test-driven development بعد البريك. فاكرين دول؟ فاكرين دول؟ دي اللي وحشة اللي مش هنستعملها. صح؟ ودي أحسن شويتين. Get test-driven development؟ قال لا. إحنا مش هنعمل كده. إحنا لسه عمالين بقالنا ساعة بنقول إن ده كويس. ثم قالوا there's something even better. هنبدأ السايكل by writing a test. هنكتب تيست. طب ده مفيش كود. مفيش كود. طب هنكتب التيست ازاي؟ طب ما هو هيفيل. ما احنا عايزينه يفيل. كمان عايزينه يفيل. It's one of these اللي بيسموها counter intuitive things. Counter intuitive يعني حاجة ضد ال ايه؟ مش عد. Counter intuitive عكس السليقة أو البديهة. حاجة غير بديهية. اوكي؟ لو طلعت مثلا فوق البرج ورميت الكورتين دول، كرة باسكت وكرة تنس، مين هتوصل أول؟ الأتقل. الأتقل ولا الأخف؟ الاثنين مع بعض. لو افترضنا ان البرج في الفراغ مفيش مقاومة هواء. اوكي؟ ناس هندسة. البرج في الفراغ بنتكلم عن تأثير الجرافيتي. Does it make any sense ان هم يوصلوا مع بعض؟ It doesn't make sense، صح؟ بس هم يوصلوا مع بعض. والراجل اللي قال جاليليو اللي قال الكلام ده لما قال كده رموه في السجن واجبروه يغير كلامه. يعني متهيألي كلنا فاكرين الحكايات دي. اها. بس هما يوصلوا مع بعض. وهو يعني حتى يقال ان هو وهو في السجن كان بيقول طبعا مش عارف ايه هيوصل اول، بس هما يوصلوا مع بعض في سره كده. اوكي؟ حاجه ضد البديهه مش كده؟ But we know it's true. نيوتن اثبت انه يس هيوصلوا مع بعض. نفس الكلام. It's counterintuitive ان انت تكتب التست الاول، بس stay with me. اوكي؟ هنكتب تست and then we will see it fail. And failure is progress. اوكي؟ And then what do we do? Make it pass. مش write the code. Make it pass. في فرق ولا مفيش فرق؟ وأكشلي كنت بيك كان واضح جدا ان هو بيقول لك write the simplest thing that will pass the test. يعني ايه write the simplest thing that will pass the test؟ السيناريو ده انا مش كاتب one test، في one سيناريو، خلي السيناريو ده يعدي. اوكي؟ ما تكتبش the whole thing، ما هو التست الواحد مش هيتست the whole algorithm بكل conditions بتاعته، بس انت دلوقتي ما بتكتبش الالجوريثم، انت دلوقتي بتباس التست. الالجوريثم هي لوحده. Believe it or not. خلصنا ولا ما خلصناش؟ هو في حته فاضيه على السكرين. في لا ما هو ميك ات باس يعني رانت. ها؟ ما صح، بس اكشلي في حاجه قبل اللوب. ميك ات بيتر. ميك ات بيتر يس ريفاكتور. ميك ات بيتر دي جديدة، ما كانتش موجودة هناك، صح؟ السايكلز القديمة ما كانش فيها ميك ات بيتر. هنا زودنا ستيب. رايت تيست، سي ات فيل، ميك ات باس، ميك ات بيتر. رايت تيست، سي ات فيل، ميك ات باس، ميك ات بيتر. This is the cycle. This is the flow of TDD. What happens when you write a test? You establish your expectations بتاعت ال behavior بتاع السيستم، صح ولا غلط؟ ما هو التست شكله ايه؟ التست بيقول انا لما اعدي these inputs I will expect this output. يبقى انا I'm establishing my expectations، صح؟ وب establish my expectations بcode that executes مش بكلام. صح؟ طب why should I see it fail؟
سببين. السبب السايكولوجيكال المهم، لكن what happens if it passes؟ يبقى التست غلط. يبقى انا او انا مش محتاج اكتب الفيتشر، هي موجوده اصلا. يعني يا اما التست غلط يا اما. زائد ان في نقطه ثانيه، هو انت اصلا سيت فيل يعني ايه؟ سيت فيل يعني عدى الكومبايليشن ايرور، بقى بيكومبايل وبيرن وبيفيل، صح؟ ما هو عشان يكومبايل انا اعمل حاجات. انا دلوقتي كتبت تيست بيقول اد تو نمبرز، ما هي اد نفسها لسه ما اتكتبتش. احنا مش اتفقنا ان احنا نكتب تيست الاول؟ علشان التيست يفيل لازم اعمل ميثود اسمها اد والسيجنتشر بتاعها صح، بس بترجع نان اللي هو نوت نمبر، عارفينه نان كونستانت، ترجع نان. هنا التيست بقى بيفيل. قبل كده التيست ما كانش بيفيل، التيست ما كانش بيكومبايل اصلا، ده معنى ان التيست بيفيل. اوكي، ولو التيست بعد ما عملت الكلام ده كله باست، يبقى في حاجه غلط في التيست، وبتحصل كتير وهتجايز تحصل معنا احنا شغالين. And then I make it pass. Now I have a very, very well-defined objective. My objective is to make this test pass. Nothing else. ولو هينفع التست يباس من غير ما تكتب الاكتوال الجو، خليه يباس. Do not write the algo. خليه يباس. بس ما انت بعد كده راح تكتب تست تاني. And then you will have to pass two tests. واحد تالت. And then you'll have to pass three tests. صح؟ بس لو الالجوريثم is very complex الموضوع هيبقى. Actually this is brilliant for complex algorithms. ويعني للأسف الوقت اللي معانا ما يسمحليش إن أنا أعمل ده، بس أنا في كورس TDD أنا I demonstrate الكلام ده بcomplex algorithm. أوكي؟ okay؟ إحنا اللي هنكتبه هنا is relatively complex الحقيقة. فيمكن يبين الأيديا شوية. And then you make it better. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي test that passes، مظبوط؟ وعندي كود مكتوب، بس الكود ده ممكن ما يبقاش عظيم، ممكن محتاج enhancement. امتى اعملها ال enhancement دي؟ دلوقتي، بعد، مش قبل. This is actually more about design، صح ولا غلط؟ يعني انا بديزاين في الاخر؟ اه. Is this good or bad؟ مش عارف. It's very good. هقول لك ليه؟ لأن أنت بتست، أنت بتمبروف الديزاين وأنت معاك إيه؟ ولو الامبروفمنت اللي أنت بتعملها باظت حاجة هتعرف ولا لأ؟ في ثانية. فأنت عندك expectations that are met with a simple draft and then you write your final guarded with a test شايلك لو حصل مشكلة. ف you actually have two takes on design. مش واحده. اوكي، الناس مش هيحصل ديزاين وبعدين حاجه تبوظ نقعد بقى نورك اراوند نحاول نفكسها بطريقه. اكشلي لما الناس اتهمت الاكستريم بروجرامينج ان هو الناس ما بتعملش ديزاين، كنت بيك كان رده مين اللي قال ان احنا ما بنعملش ديزاين؟ وي ثينك ديزاين از سو امبورتنت وي دو ات اول ذا تايم. هما بيعملوش ديزاين فيز، بس ده مش معناه ان هم ما بيعملوش ديزاين. Actually they design all the time. That's why there is no design phase. Because they are always designing. With code that executes. مش كلام على الورق. كلام على الورق ده نظريات. صح ولا غلط؟ دي نظرية. It might prove valid أو invalid. إنما الكود executes. آدي المية. وآدي الإيه؟ الغطاس. Will it sink? Will it float? هنعرف. TDD live from Nasr City. TDD من الحاجات اللي احنا نشوفها ما نتكلمش عنها. اوكي؟ You have to see. عامل كده زي سواقة العجل. أنا ممكن أشرح لك في ثلاث ثواني العجلة بتتساق إزاي. How to drive a bicycle. It will take me هتقعد هنا. هتبدل ويا ريت ما تبصش لرجليك وتمسك البتاع ان بالانس يور سيلف عشان ما تقعش. انا خلصت. هينفع تركب عجله وتسوق؟
it will not work. You have to actually try it. لازم تشوف حد سايق وبعدين you try it yourself. للأسف في 3 ساعات ما ينفعش. أنت هتشوفني وأنا راكب العجلة. ويعني أتمنى إن إحنا لما نروح نعمل نفس الكلام ده ونشوف how it turns out. This is actually what I do في الكورسز. إنه هو I show and then الناس بنشتغل with guidance وسايكل تانية وسايكل تالتة وسايكل رابعة وهكذا. مين بيلعب بولينج؟ 1 2 3 كويس 4 برافو 5 عظيم. السكور بتحسب ازاي؟ السكور بيتحسب ازاي؟ بنقرا على المونيتور. لا ايوه المونيتور بتحسبه ازاي؟ Actually there is يعني a level of complexity to bowling calculations. اوكي احنا عارفين bowling pins 10 مرصوصين رصه معينه 4 3 2 1 I think yes وكل واحد مع بول وفي اخر الحاره بنرمي البول and ايه basically the score بتاعنا function من عدد البينز اللي وقعناها. اوكي للناس اللي ما تعرفش الرولز these are the rules سهله خالص. اوكي هقولها لكم لكن I think ان انتوا توقعتوا ان احنا هنكتب something to calculate bowling score. alright كل واحد بيلعب 10 فريم كل فريم فيه 2 اتمت. فلو احنا 2 انا هلعب فريم وبعدين زميلي هيلعب فريم الفريم بتاعي عندي فيه ماكسيمم اوف 2 اتمتس. اوكي هدفي ايه في الفريم ان انا اوقع ال 10 بين. عندي هنا 3 كيسز. الكيس الاولانيه هي ان انا في الاتمت الاولانيه جبت 2 وفي الاتمت الثانيه جبت 4 يعني ما كملتش ال 10 بين. ده اسمه اوبن فريم. اوبن فريم يعني انا ما خلصتش ال 10 بين في فريم. اوكي السكور بتاعي ايه؟ عدد البينز اللي انا وقعتها. فلو انا وقعت 2 وبعدين 4 فانا السكور بتاعي في الفريم ده 6 وبعدين الكنترول هيروح لزميلي وبعدين الكنترول يرجع لي لحد ما نخلص ال 10 فريم ونشوف مين ايه جاب بينز او جاب سكور اكبر بعدد بينز اكتر وقع. طيب لو انا في اول مره جبت 4 وفي الثانيه جبت 6 معنى كده ان انا في التو اتمتس وقعت الايه؟ ده اسمه ايه؟ سبير. ده اسمه سبير ان انا في التو اتمتس وقعت ال 10 بين. I knocked down all the pins. السكور بتاعي هو ايه؟ السكور بتاعي ال 10 بلس اللي هجيبه في البول الجايه. يعني السكور بتاعي في الفريم ده is a function of my score in the next ball. فإذا أنا جبت أربعة ستة ثلاثة صفر السكور بتاعي كام؟ 13 في الفريم الأولاني و3 في الفريم الثاني يعني السكور بتاعي اكشلي 16 صح؟ تمام يا جماعة؟ وده الكيس الثانية. الكيس الثالثة متهيألي برضو أنتم متوقعينها وهي أن أنا I knock down ال 10 pins في أول attempt. شو 10 pin؟ لعبت البتاعة وعملت السكرو اللي بيعملوه اللعيبة البروفيشنالز دول وقعت ال 10 إيه؟ pin. السكور بتاعي ساعتها إيه؟ اولا قبل السكور انا ما باخدش الاتمت الثانيه خلاص ما وقعت ال 10 بين اتمت ثانيه ايه معايا ثانيا السكور بتاعي هو ال 10 اللي انا وقعتهم بلس السكور اللي هجيبه في النكست 2 بولز فاذا انا جبت 10 فولود باي 3 2 ما انا هنا ما خدش الاتمت الثانية بقى السكور بتاعي كام كده؟ 20 20 السكور بتاع الفريم الأولاني هو 10 زائد 3 زائد 2 ال 10 بلس اللي جبته في الاثنين بولز اللي بعدها
والسكور بتاعي في الفريم الثاني 5، فماي توتال سكور ناو هنا اللي هيطلع على المونيتور 20. ذاتس واي واحنا بنلعب ساعات السكور بيتحرك ومش فاهمين اتحرك ليه. ايه؟ لانه فكره ال ان ناو ديبندز اون ذا فيوتشر دي ترمينيتور شويه. فاكرين الفيلم؟ اوكي. اورايت. ليتس تراي تو ديزاين ذس. اه ذاتس ا فيري جود كويستشن. ذاتس ا فيري جود كويستشن. لو في اخر فريم جبت سترايك بتاخد 2 بونص بولز. لو خدت لو جبت سبير بتاخد 1 بول. اه فاهمين يا جماعه؟ ما انا دلوقتي اخر فريم انا السكور معتمد على اللي جاي. طب انا في اخر فريم مفيش جاي. لا، لو جبت سترايك في اخر فريم تاخد 2 زياده عشان السكور بتاع الفريم ده زي اللي قبله. ولو جبت سبير في اخر فريم بتاخد 1 بول. حد عارف البيرفكت جيم السكور بتاعه كام؟ البيرفكت جيم اللي هو 10 و2 جبت فيهم 10تين 300. السكور بتاع الفريج البيرفكت جيم 300. اوكي. السكور بتاع الجتر جيم 0. جتر جيم اللي هو عارفين الحاره بيبقى على يمينها وشمالها زي تانل كده، جتر مارجن. لو الكرة وقعت فيه بتروح لحد هناك من غير ما تلمس حاجة خالص. الجتر جيم اللي هو في الحالة دي 20-0. اوكي؟ محدش بيعرف يجيب 20-0 حتى لو حاول الحقيقة. أفكر إن لو حتى يعني بنت اللي عندها سنتين رمت الكرة توقع حاجة يعني. اوكي. كنا بنقول إيه قبل ما تسأل السؤال ده؟ ديزاين. أنكل باب وهو بيعمل الكاتا دي، دي اسمها ذا بولينج كاتا، اقترح ذيس ديزاين. قال ده this is basically design اللي هيطلع لو هم ادولنا الكويستشن ده في الجامعه بعد ما درسوا لنا object orientation. هنجيب النونز ونعملها ايه؟ classes. ونجيب الverbs ونعملها ايه؟ برافو عليكم. فعندي game class. This is my interface، صح؟ This is how my system will be consumed. فيها تو ميثودز رول وهدي لها عدد البنز. فاول واحده مثلا دي هقول نيو جيم وبعدين رول 4 رول 6 رول 3 رول 0 جيت سكور المفروض يرجع لي 16، صح؟ عندي كونسبت الفريم مظبوط، والفريم فيه 1 اور 2 بولز اللي هي 1 اور 2 رولز هنا مظبوط، لكن كل فريم لازم يشاور على النكست فريم مظبوط، والتنث فريم عنده 2 اديشنال بولز. فذيس از بيزيكلي يور يو ميل، صح؟ دو يو لايك ذا ديزاين؟ مش وحش. اوكي، اتس ا تريك كويستشن بس هو مش وحش. لو احنا بنفكر اب فرونت ديزاين او بيج اب فرونت ديزاين زي ما بنقول، يبقى احنا ايه؟ ذيس does not look bad. Actually I like to exercise to do this exercise وان انا اعمل الكلام ده. But then I will ignore it. وهريكول منه لما احتاجه وانا بعمل TDD. لانه again عارفين agile is about iterative development، صح؟ Now you will see what it means to iterate. ويعني ايه iteration اصلا؟ Loop. لوب معناها ان انا I refine one cycle after the time، مش كده؟ This is how we're going to develop it one case at a time. With every case our solution will expand علشان يcover more cases لحد ما نخلص. It's incremental and iterative at the same time. Okay. Live TDD session. جورج دينويدي وهو بيعمل TDD for the public هو اخترع this hat. This hat has a red, green and blue sides. Okay. لأنه التلات ألوان دول هما التلات ألوان بتوع TDD. Make it fail. Write a test. Okay. Red.
او يعني make it fail red, write a test that fails, make it pass green, make it better or refactor blue, red green blue, they call it the red green blue cycle. لكن الحقيقه الهات اشتهرت على ايد انكل بوب. راجل بيلف في الكونفرنسز كتير ولبس الهات, فالهات ايه انتشرت. لكن it's a nice tool علشان نفيجوالايز وات فيز احنا واقفين فيه. طبعا الناس دي ايه, مش احسن مني. اوكي, فا اي ميد ذس ماي اون تي دي دي كاب وذ ريد جرين اند بلو. اوكي, اند اي ويل اكشلي يوز ات وايل رايتنج كود. هاو دو يو لايك ذات؟ اوكي, لا الجرين مش في الاول. We start by writing a test that fails.